يقول: سؤالي عن صلة الرحم، حيث أن لي أقارب من الرافضة الشيعة، وعندما أزورهم أجدهم يعلقون في بيوتهم صورا يدعون أنها للأولياء والصالحين، وأنكر عليهم ولكن لا يستجيبون لكلامي ويسخرون مني، فهل أصلهم؟ صلة الرحم هذه حق للمخلوق، تصلهم مع دعوتهم إلى الله ونصيحتهم، لكن لا تحبهم بقلبك، لكن حق الصلة واجب. حتى الوالدان المشركان، يقول الله جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. أيؤدي لهم حقوق القرابة، وأدي لهم حقوق القرابة مع بغضهم في القلب وعداوتهم لله ورسوله. نعم.